السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فيديو جميل جدا، بس انا عايزة لايكات وعايزة مشاهدات وعايزة يوصل مليون مشاهدة ومليون لايك، واتمنى الفيديو يعجبكم كتير قوي. معانا وصفة الطماطم. هنجيب النهاردة معانا طماطماية وهنضربها في الخلاط. الطماطم مفيدة جدا للبشرة يا جماعة، بتنعم البشرة وبتبيض البشرة، بتخليها جميلة جدا جدا. هنضرب الطماطم في الكبة او الخلاط، وكمان هنصفي الطماطم. الطماطم مفيدة جدا للبشرة، انتوا عارفين طبعا، بتشيل البثور وبتشيل اي شوائب. معانا كمان معلقة نشا، هناخد معلقة نشا ونسويها على النار، وبعد كده هنجيب الطماطم المتصفية ناخد منها معلقتين ونصب عليهم النشا اللي سويناه على النار. كمان معانا زيت اللوز. زيت اللوز من الزيوت لتفتيح البشرة، ممتازة جدا جدا. هنضيف النشا ونقلبه كويس، وبعدين هنضيف معلقة دقيق. معلقة دقيق، انتوا عارفين الدقيق بيبيض البشرة وبيشيل اي تجاعيد وبيشيل اي حاجة في البشرة، بيبيض كمان البشرة. هنحط معلقة زيت اللوز الحلو. كمان معانا يعني كبسولة او اتنين من فيتامين د. انتوا عارفين ان بيبيض البشرة وبيفتحها. الوصفة دي ممتازة جدا. أتمنى الوصفة تنال إعجابكم، ومتنسوليش في الاشتراك في القناة.